لماذا يجب أن نختار بين الصحراء؟ الغابات؟ البحر والجبال؟ بين التقاليد والحداثة؟ بين مراكز التسوق التي تحتضن أكبر العلامات التجارية العالمية والمحلات الصغيرة داخل المدن العتيقة؟ نعم، لماذا الاختيار؟ ونحن لدينا في المغرب كل هذا وأشياء أخرى أيضا، بغناه التاريخي الذي يفوق 1000 سنة وبثقافته المشبعة بالمعارف والحكم. يعتبر المغرب اليوم أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية في القارة الإفريقية، منفتح على العالم. يترقب المغرب وصول أكثر من 13 مليون سائح سنة 2023، منجذبين بحسن ضيافته، بفن عيشه، وبتنوع التجارب المقدمة. مزود بأول قطار فائق السرعة بإفريقيا، يمتلك المغرب أيضاً أهم ميناء للحاويات بإفريقيا، وهو ميناء طنجة المتوسطي، أول مصدر عالمي للفوسفات، أراضي فلاحية متعددة النكهات. طورت المملكة خلال السنوات الأخيرة صناعات جد متطورة، يجلب استقرار المغرب المزيد من المستثمرين. لكن أهم ثروة يحظى بها المغرب تتجلى في 37 مليون مغربي ومغربية، ساكنة متحدة ومتضامنة في الأوقات الصعبة كما في الأوقات الممتعة. شباب حيوي ومبدع يتكون في المدارس والجامعات من أجل مهن الغد، فبفضل نسائه ورجاله يعتبر المغرب بلداً يعرف معنى العيش الكريم والعيش معاً في أمان تام. هذا الأمان هو مسؤولية المديرية العامة للأمن الوطني منذ نشأتها سنة 56-900 فجر الاستقلال. تسهر المديرية على سلامة وأمن الوطن والمواطنين، فهي تحارب التهديدات التي تحوم حول المغرب من إجرام وإجرام سيبراني وإرهاب. توفر الأمن على الحدود ضد جميع أنواع التجارة غير الشرعية، وتضمن احترام النظام والقوانين. هذا الالتزام يخول للمغرب التقدم بكل هدوء واتزان ورفع جميع التحديات التي يواجهها. انضم المغرب إلى الانتربول منذ سنة 57-900، موقعه الجغرافي على مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا يجعل منه بلد مفتاح للحماية ومحاربة الإجرام العابر للحدود. هكذا وعبر الانتربول تتعاون مع المصالح الأمنية لعدة بلدان. فقد شاركوا سوياً في العديد من العمليات التي خصت عدة قطاعات. يوفر الانتربول للمغرب وبشكل يومي نظامه الخاص للاتصالات وجداول بيانات مهمة
لا يتردد المغرب في إغنائها بمعلومات إضافية. مع مرور الوقت تطور هذا التعاون بين المديرية والأنتربول ليتكيف مع التحديات الجديدة. أصبح اليوم عنصراً محورياً في أمن واستقرار المغرب وضمان رفاهية ساكنته.